نرحب بضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حميدي. اهلا بك معنا استاذ خالد على سكاي نيوز عربيه. سابدا معك بالتطورات الاخيره بما ان يعني تابعنا خلال رساله مفدنا الى كييف بان اوكرانيا تتهم روسيا بمحاوله جر بيلاروسيا الى الحرب داخل الاوكراني، وتماما تابعنا هذه الصواريخ التي تم اطلاقها باتجاه الشمال الاوكراني. هل تعتقد ان هذه فعليا مؤشرات على اعاده اشعال الجبهه الشماليه من خلال الاراضي البيلاروسيه؟ يعني اولا بيلاروسيا هي جزء من هذه الحرب، بصرف النظر اذا كانت تدخلت بوحدات عسكريه مباشره في المعركه ام سمحت بان يكون هناك حشود عسكريه روسيه موجوده انطلقت من بيلاروسيا باتجاه الداخل الاوكراني. وكذلك يعني بالسياسه وفي الموقف من الحرب كان هناك مواقف للرئيس البيلاروسي دائما متجانسه مع مواقف الرئيس بوتين. إذن يعني ليس هذا حدثا جديدا أن تستخدم الأراضي الأوكرانية لإطلاق صواريخ أو لتحشد عسكري، يعني بل ربما المستغرب يعني أن يقول الرئيس زيلينسكي أو يتهم روسيا بأنها تحاول الزج ببيلاروسيا في الصراع، وهو يدرك تماما وسبق في بدايات الحرب أن يعني وجه أكثر من رسالة باتجاه بيلاروسيا لإقصائها أو لمحاولة لفت النظر إلى أنه هناك حشود عسكرية أو جزء من الحملة العسكرية تأتي من الشمال البيلاروسي. إذن يعني هذا الموضوع ربما الآن يثار، ولكن لا أعتقد أنه يشكل يعني متغيرا كبيرا على صعيد الميدان. الآن يعني القصف الذي يعني طال الغرب الأوكراني وتحديدا القاعدة التي لم يعني يصدر أي بيان أوكراني بسببها، ربما هذا يعني سيتبين ربما من بيان روسي أن هذه القاعدة مستهدفة، وهي قد تكون قاعدة لتجميع الأسلحة والتعزيزات الغربية التي تأتي إلى أوكرانيا، وهي تتجمع قريبة من الحدود البولونية. يعني أعتقد هذا سيصدر بيان توضيحي بالموضوع، ولكن يمكن القول أنه الحرب مفتوحة تماما. يعني هذا ما أشار إليه حقيقة الناتو في آخر التصريحات بأننا سنكون أمام حرب استنزاف طويلة، وهو يعيد فعليا تكرار ما يعني أشار إليه في بداية هذه المعركة العسكرية أو العملية العسكرية بأنها ستكون حرب استنزاف، وكما يقول أو تصريحات الناتو لن يخرج منها أحد رابحا. هل تعتقد فعليا أنه هذا ما ينعكس على الأرض بما أن روسيا أحرزت تقدما ملموسا في الشرق الأوكراني؟ ويبقى السؤال المطروح إن كانت ستكتفي بالمكتسبات التي حققتها في هذه الرقعة الجغرافية أم أن هذه العملية ستمتد أيضا باتجاه الغرب؟ يعني اولا ما حققه الروس على الارض وتحديدا يعني مدينه سيفردونسك التي اصبحت ساقطه عسكريا، وكذلك يعني جنوب سيفردونسك حيث يعني يمر خط الامداد الرئيسي، هناك ربما يقدر عدد الجنود الاوكران باكثر من 8000 جندي اضحوا يعني دون امداد عسكري، وبالتالي هذا ينسجم مع البيان الاوكراني بانه هناك يعني قرار بالانسحاب، ولكن ليس هناك جدول زمني لهذا، ربما يتم تنسيق ذلك مع القوات الروسية يعني، وهذا يحصل عادة في المعارك. ولكن يعني الملفت للنظر انه الاتحاد الاوروبي او الناتو يتكلم عن حرب طويلة الامد في الوقت يلي يعني نجد انه التعزيزات العسكرية والرجمات الصواريخ الامريكية التي قال البنتاغون انها ستصل في الشهر المقبل الى اوكرانيا، يعني هذه مداها الاقصى 80 كيلومتر في الوقت الذي اصبح التوغل الروسي داخل اوكرانيا اكثر من ذلك بكثير، وربما يعني خلال الشهر المقبل يكون القوات الروسية اصبحت على المقطع المائي الذي يمر في منطقة الدنيبر، وبالتالي يعني تصبح يعني هذه التعزيزات هي عملية، هي تعزيزات لخدمة مواقع دفاعية ربما يتم العمل على تجهيزها الآن بعد أن تنسحب القوات الأوكرانية من لوغانسك بشكل كامل ومن كامل ربما الدونباس. ولكن عميد خالد، حتى المدفعية التي نتحدث عنها هنا وهذه الصواريخ إن وصلت قبل ذلك
تتحدث لربما المصادر الروسية عن استراتيجية تعتمدها من خلال الطائرات المسيرة التي ترصد هذه المدفعية وتقوم بإرسال يعني طائرات مسيرة انتحارية لتدمير هذه الأهداف، وبطبيعة الحال تمكنت لربما من تقليص دور الهايمرز والمنظومة التي تم إرسالها مسبقا. هذا صحيح، يعني عندما يعني انا احاول ان اضع نفسي احيانا يعني مكان قادة الناتو وكيف يديرون المعركة. يعني يتكلمون عن حرب استنزاف ولكن في خدمة اي هدف؟ يعني عندما يقول الرئيس رئيس الوزراء البريطاني يتكلم عن ضرورة دعم أوكرانيا في هذه العملية، طب هذه العملية تتراجع والجيش الروسي يحرز تقدما أكثر فأكثر، ثم يتكلم عن وحدة الأراضي الأوكرانية وعدم الوصول إلى سلام سيء كما يسميه. طب عادة يعني أي اتفاق سلام أو أي اتفاق وقف إطلاق نار هو انعكاس لميزان القوى الميدانية على الأرض، وبالتالي أي ميزان قوى الآن موجود وأي ميزان قوى مرتقب على الأرض ستكون العملية السياسية انعكاسا له، وبالتالي لا ندري يعني هذا التخبط الذي يعني يتأرجح بين الأزمة الاقتصادية وأزمة الغذاء الماثلة أمام أعين الجميع، ويعني وعدد الملايين الجائعين التي تزداد بشكل يومي في أوروبا وفي غير أوروبا، وميزان القوى العسكري الذي لا يبدو يعني أنه سيسجل تغييرات يعني معتبرة في ظل هذا الدعم العسكري. إذا عن أي تسوية سياسية نتكلم وعن أي وقف إطلاق نار نتكلم؟ ثم ما هو السقف أو الأفق الزمني الذي سيقبل به الزعماء الأوروبيون بالاستمرار بدعم هذه الحرب العبثية التي يعني لا يبدو أن لها هدف سوى عملية يعني صراع روسي أمريكي مفتوح تدفع ثمنه أوروبا من اقتصادها ومن أمنها، وطبعا يهدد وأصبح طبعا ليس يهدد بل أصبح عاملا حاسما في عدم عودة أوكرانيا إلى وحدتها السياسية يعني بالحد الأدنى يعني الذي هو يعني استقلال ذاتي لجمهوريات الدونباس الذي أصبح هدفا محققا لدى القوات الروسية. شكرا لضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حميدي على المشاركة معنا.